اليوم فقرة الديكور عندنا غير مقسمة لجزئين، بتكون معانا رولا وإيدي اليوم عشان نتكلم عن ترتيب رفوف الحائط والمكتبة وكمان أنواع المخدات وأحجامها. أكيد إحنا راح نبتدي بالرفوف لأن كثير طبعاً يحبون عندهم يكون عندهم رفوف مميزة في البيت أو في العمل. وإحنا عندنا مكتبة سيديو صباح الخير يا عرب جديدة رفوفها لحد الآن، يعني ما اشتغلنا عليها ولذلك رولا موجودة معنا. لكن قبل لا نبتدي الشغل يلا في فيديو صغير خلينا نشوفه ونرجع نتواصل. يلا ما شاء الله رولا يعني شطبت على كل شيء. رولا من وين نبتدي إذا عندنا رفوف؟ خلينا نبتدي بالتصميم أول شيء. أول شيء هاني ومشاهدينا لازم نعرف قبل ما نصمم أي رف أول شيء نحطه على القاعة أو على الأرض. الأرض. بحيث إنه نشوف شو الرسمة أو اللاي أوت اللي إحنا حاطينه قبل ما نركبها، لأنه خلاص أنت وانس تحطها على الحيط خلاص خلاص راحت عليك. أوكي. فهذه أول شيء لازم نأخذه بعين الاعتبار، وأكيد أكيد لازم نشوف النسب والتناسب. نسب تناسب بين بالاشياء اللي حاطينها. ايوه بالاشياء. طيب خلينا يعني ناخذ شيء عملي. يلا احنا بالنسبه لنا ترتب ما شاء الله كل شيء عندنا امورنا تمام. ها اكزاكتلي. طيب اوكي احنا شفنا الـ يعني ترتيب الرف اللي احنا نبيه واوكي بعدين خطوه. طيب. ثانيه الخطوه الثانيه هذه اول خطوه. ثاني شيء نحدد الاشياء اللي نحتاجها، يعني اكثر الناس صارت تحب تحط مثلا كتب اكسسوارز، وحتى مثلا يسافروا اماكن معينه يجيبوا وياهم اشياء تكون سيفنيرز ممكن يحطوها على على الست. لكن اليوم بما انه هذا الكورنر للقراءه فحبينا نسوي شيء مختلف انه نعتمد على كل الكتب الموجوده بالبرنامج واخذناها من دانا طبعا حطيناها باسلوب انه كيف تحتاجها، يعني اكثر اشياء انت تستفيد منها هي او تستعملها هي الكتب. صحيح. فانت اول شيء تحط الكتب، ثاني شيء اذا عندك بوكسز حاط بها اشياء مثلا مفاتيح اشياء معينه انه تحتاجها كل يوم. بعض الناس يحطوا مثلا كارتات كارت البزنس كارت او شيء، الاشياء اللي تحتاجها تحطها على اول الرف. طبعا احنا اكيد الطول هو اي كل واحد يصمم طول على حسب انا صممت على حلى طولي اي اوكي اوكي. فهنا شو عملنا المزج اللي هو احنا نسميه الاكلكتيك، بحيث انه ممكن نخلي الفريمز، وهذه السنه كثير شفنا انه الفريمز او البراويز ما لازم يكون فيها صور ممكن يحط فيها كلام حلو اشياء حلوه نحبها وتمثلنا فعلا. طيب الاخطاء الشائعه اللي غالبا يعني يقع فيها الناس بما يخص المكتبه او الرفوف اللي في المنزل او حتى في العمل، اول شيء يجمعون اشياء، يعني تجميل. يحس ايه يعني هو يحس انه انا لما احط اشياء مختلفه راح تعطيني شكل حلو. للاسف لا، في اشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار من الاول بحيث انه احنا نحدد هل حابين نسوي شيء كلاسيك نفس الالوان ولا حابين يكون في شيء جدا مختلف عن بعضه. يعني المساله ذوقيه ايضا بالنهايه ترجع اكيد طبعا. ترجع بس قبل ما نخلص لازم تساعدني بشيء. تفضل. اوكي. في عندي الفازات. أيوة. لازم نحطها بما انها مزهريات اليوم. انت مزهريه ويانا اليوم صح؟ انا بعد مزهريه؟ مزهريه. احط نفسي على الرف وخلص. هذه؟ هذه راح نحطها هناك. وين؟ أيوة على هذه. على هذه؟ اوكي. ايوه. والثانيه نحطها على الثانيه اللي هناك. الثانيه هذه؟ اي هذه. شوي شوي على المزهريه. اوكي. اوكي. فصارت المزهريات جاهزه. ايوه. اوكي، تمام ولا؟ تمام بيرفكت. تبون شيء بعد؟ لا خلاص. في عندكم ستاير اغسلها شيء؟ هو على البارت مره واحده اسوي ستاير. طيب خلينا نشوف ايدي وغاده ايش عندهم؟ والله طول عز يا هاني ما شاء الله، يعني حلو الواحد كذا يكون ما يحتاج احد على طول منه للرف اليوم وصل دغري ما شاء الله. اليوم ايدي حنتكلم عن
أهمية المخدات، قديش أكسسوار حلو وبسيط لكن دقيق، يا رفع الشغلة وخلاها بشكل حلو وتقيل، يعني ممكن نتغير. بس أنا أول شيء يلفت انتباهي اللي هي الحشوة، إني أشوف على طول كيف حشوتها كويسة. بتعرفي هن بس تكوني قاعدة على الكنباية أكثر شيء، إذا بتقعد يا بتشيل المخدات بتزتيها بتقولي خلي مخدة مريحة، لأنه صحيح أهم شيء هون بدك تعرفي شو البادجت بالمخدات. يعني في عندك ناس بيجوا بيعملوا الكنباية بيجوا بوقت المخدات بحطوا لها الحشوة اللي هي الدكرون، الحشوة العادية صحيح، اللي هي بقد ما تقعد عليها بتحسيها منفوخة بتقيله. طب إيش هي أنواع الحشوة؟ يعني أنا أول ما أروح بشتري مخدة عشان أضمن إن هذه المخدة حتقعد معي. نمبر 1 الريش، يعني أيوه. إذا بدك تقعد على مخدة مريحة وإذا حتى لو سندت عليها بدك إياها الريش. تاني في شيء نوع الباب التاني هو فايبر اللي بيجي اللي هو تقليد الريش، كمان جدا مريح بس سعر اقل. وعندك شيء الدرجه الثالثه اللي هو جدا معروف ترى مو شرط الريش يكون مريح، يعني انا ايام اجيب ريش بس ما برتاح فيه، يعني يعني مرات ما بحس انه هو هذا، لانه احس على طول بالتبي لانه هذا ايه. اذا كان فول ريش اذا كنت بتحمى معد ولا مخده إذا كان مخدة فيك تخلطيها بين الريش والسفنج إذا ما بدك إياها كتير إنه بتفوتي وتغرق. بالضبط. هلا بعبوها أكثر شيء ريش إذا كنت قاعدة على الليفينج روم صحيح أحلى سديح بتكون قاعدة 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 مرتاحة. أوكي. بس إذا بدك إياها شوي أخف بتخلطيها بالسفنج. شايفين أحجام وأشكال وكل وحدة لها إطار مختلف، إطار المخدات اللي أنت إيش تسميها؟ تخريج أو الهدب. أيوه تخريج. بالضبط. كيف أنا بشوف إنه دائما المودرن سادة مخداتها، هل هذه مثلا ممكن نحطها فيها يعني انه تدي شكل احلى تدي شكل؟ هلا المودرن ابدا ما فينا ندخل له تخريج، هو بده يكون سادة. هلا فينا نلعب بالاطارات، يعني أيوة. عندك مثلا هاي المخدة. أوكي. هاي مخدة سادة على طول ملبك ايدي جايبه. طيب هذه هيدي بتشوفيها سادة، اذا بتقولي وحده سادة، اذا بدك تعطيها شوي تاتش غريب فينا ندخلها بس بوردر على الطرف اللي هي هيك، بتحسيها انه عطيت فرق، يعني بتحسيها انه عطيت شوي حركه. صحيح. وحتى ممكن تكون على خطين، يعني خط من هون وخط من هون. صحيح. وساعتها فيك تحطيها هيك ولا فيك تحطيها هيك، يعني بدك تفوتي باشكال جديده ومختلفه. ايه يعني هو هذا بيقولوا له بوردر او بيقولوا له اطار خفيف. صحيح. بيكون على الزوايا ساعتها فعلاً. بتبين انه لانه دائما معك حق دائما بتكون ساده، ومرات بتيجي نفس لون الكنبه نفسها. كمان هنا عندك المخدات أكثر من شكل وأكثر من شيب. إيش الشيب اللي تفضله مثلاً للإل مثلاً زي ما تكلمنا؟ هلأ بدي أخبرك، الحلو بالشغل بالمخدات هو أكثر للكلاسيك، يعني أيوة. إذا كان عندك مش ضروري الكنبة، إذا كنت رايحة كنبة منك مكلفة فيها بالقماش ولا بالبادي اللي بخليها تعطيك الروح المرتبة. حسيتها شبه يعني مهرجة خالص. فهدول يعني احسن ان تكون يعني شوفي مثلا هيدي بتخديلها بتدخليلها مدخلين لها قماش من هون، بعدين حاطين لها تيول من فوق، يعني هيدي اصلا تيول ستاره، هي قماشه وبتحطي لها اطارات، يعني حتى بتلعبي بالهدب اللي بتقولي له هو على الاطراف. هي مش للسند، هي ديكوراتيف. اوكي. يعني بتشتغل عليها كمان، هيدا تيول عليه تطريز وهيدا قماشه نحن ملبسينها، بس هيدي مش انه ديكوراتيف اكثر من ما تكون يعني بس ايوه. لا هي اشياء في شكل الديكور في شكل هذا. بس السؤال الاخير بسرعه ايدي، بنشوف الفتره الاخيره الماركات العالميه بتعمل مخدات، هل لسه دارجه ولا خلاص؟ هلا دارجه، بس هلا صار دارج اكثر. الواحد صار يعمل لوجو اسمه، صار اسمك هذا، بتعملي لوجو لاسمك وبتحطيها على الكوشه اذا كان عندك. أوكي. بالصالون ولا بس انه صار تعملي براند لاسمك. لا ايدي حلو. شكرا ايدي، يعطيك الف عافيه، واكيد حنشوفك في الايام المقبله.